يشتغل باثر الدفع الذاتي، ان هو عمال يشتغل الشغل وما بيكسبش. في رجاله كتير جدا يقول لك انا بدل ما امارس العمل والعمل هنا بيخسرني وما بيكسبنيش انا اريح شويه، ودي بتبقى وجهات نظر كتير جدا. وان القوس يريح وما يشتغلش ويقول كذا يبقى هو متاكد تماما ان هو لو اشتغل مش هيحقق الموضوع ده. بس انا انصح طبعا القوس ان هو بدل ما ينام كتير جدا ويبقى كسول قوي قوي، ممكن مثلا يمارس رياضه، ينزل يعمل اي حاجه تانية غير الشغل، لان القوس لما بينام ولما بيكسل قوي قوي بيبقى لا يطاق، ده اولا، وثانيا يعني صحته بتتاثر جامد قوي. حبيبي 29 واحد حبيبها دلو وانا 4/4 وهي حمل، وعايزه اعرف في توافق واتعامل معاها ازاي وممكن نتجوز. بصوا، هو العلاقة بين الدلو والحمل باستمرار بتبقى علاقة منفجرة. الدلو بيتعامل مع الحمل بنوع من السوقية والفظاظة، والحمل ما بتتحملش ده، لأن احنا عارفين كويس قوي إن المرأة الحمل عيانة بكرامتها زي ما قلنا قبل كده، فممكن ما تتحملش لا نقد الدلو ولا أساليب الدلو ولا الملاحظات اللي بيقولها الدلو، فتنفجر العلاقة بينهم. لكن الغريب جدا إنهم لما بيتجوزوا العلاقة بتستمر قوي. أنصح الحمل إن هي تبقى فاني اكتر مع الدلو، تضحك مع الدلو، يسخر منها تسخر منه، يتريق عليها تبادله تريقه بتريقه، بس طبعا في حدود اللياقه، يعني ما يبقاش الموضوع فيه نوع من الـ من الـ من التناحر او كل واحد قاعد لواحد على الواحده والكلام ده كله، ساعتها الحياه لا تطاق. انا اعرف ناس كتير كانوا دلو وحمل، كانت المراه حمل والرجل دلو، وكانت العلاقه بينهم مستمره جدا لكن كانت مريضه، فانصحكم باللي انا قلت لكم عليه ده. انا ولاء 1/12 هي قوس وخطيبي 28/7 وهو اسد، وهو طيب بس عصبي ومتسرع في قراره. انا شايف ان الاسد لما يبقى متسرع في قراره بيبقى اكتف قوي، وفي قرارات كتير جدا جدا لما بتكون انفعاليه مع الاسد ما بتبقاش صائبه، لكن الغريب جدا انها على المدى البعيد بتبقى صائبه. لما هو يتعصب عليكي مره ويقول لك لا ما تعمليش كذا دلوقتي ويتنرفز عليكي ويبقى قراره ديكتاتوري، مع الوقت البعيد بتلاحظي ان القرار الديكتاتوري ده بيبقى بغرض الحمايه، ما بيبقاش بغرض التسلط زي ما كل الناس فاكرين من الاسد. الاسد بيبقى باله طويل، لكن لما بيتعصب وبيحس ان الامور بتنفلت من ايده بياخد قرارات متتاليه ورا بعضيها، واحنا علينا ان احنا نهدي التون بس بتاع القرار، لكن ما ننفيش القرار بالكامل. يعني نقول له احنا موافقين، ولكن موافقين بس في حاجه، في نقطه ناقصه كملها لنا علشان كذا. الموضوع ده كفيل بان هو يرقد الاسد ويخليه يهدى شويه وما يبقاش متسرع في قراراته. عايزين نتكلم عن الانفصال ولزقه التشيك تشوك اللي هي النوع الاول من الانفصال. معلش انا عارف ان انا طولت في الموضوع ده شويه، لكن والله بجد صدقوني الموضوع ده مهم قوي وبيحصل كتير جدا في العلاقات اللي هي بتبقى قائمه وبتبقى مسار لسخريه الجميع. بس بعد التليفون ونقول الو. الو، فصل التليفون ونرجع لموضوع الانفصال. وقلنا ان الانفصال في اوقات كتير جدا بيبقى بسبب التفلسف وادعاء المعرفه والحكمه، يعني بيبقى في طرف ببين ان الطرف الثاني ما عندوش اي درايه وما عندوش اي خبره ان هو يتكلم في حاجه، فالطرف الثاني الانفصال هنا ما بيجيش من الطرف المتفلسف او الطرف اللي بيدعي الحكمه، لكن بيجي من الطرف اللي زهق من التفلسف بتاع الطرف الاولاني. تقول له مثلا هو انت عامل نفسك عارف كل حاجه، هو انا مفيش خالص، ما تاخد رايي، اسالني في حاجه. المشاركه في الموضوع ده بتقلل من موضوع الانفصال المتكرر او الانفصال اللزقه التشيك تشوك. النوع الثاني من الانفصال، وهو ده النوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهو الانفصال المزعج. يعني ايه الانفصال المزعج يا تامر؟ الانفصال المزعج او الانفصال المنفجر بيجي نتيجه، يعني احنا قلنا الانفصال المتكرر او لزقه التشيك تشوك اللي احنا قلنا عليها بتبقى شويه قائمه على قرارين، القرار هنا والقرار هنا، بان الاثنين زهقوا من بعض ومش قادرين يتحملوا بعض، فكل واحد بيروح في اتجاه تمهيدا لبدايه دوره جديده من العلاقه. اما الانفصال المزعج فده يعني بيحصل، وده بقى في الغالبيه العظمى، وهو اكثر انواع الانفصالات الما، نتيجه ان في طرف بياخد قرار انه ينفصل عن الطرف الثاني ضد اراده الطرف اللي انفصل عنه. يعني تلاقي الراجل ساب البنت او ساب الواحده او ساب مراته، خد قرار بالانفصال فجاه. طبعا الموضوع ده بيبقى مؤلم لاقصى درجه، نتيجه ان هنا الطرف اللي تم الانفصال عنه ما بيبقاش واخد
السوكسي بتاع الإرادة. يعني أنا كل الحكاية إن أنا تلقيت قرار الانفصال والمفروض إن أنا أعمل إيه في الموضوع ده. يعني أنت قررت تنفصل عني، طب أنا فين؟ يعني أنت بتعمل ده على أساس إيه؟ أنا فين؟ أنا وضعي إيه من العلاقة؟ موقعي إيه من العلاقة علشان أنت تعمل معايا كده؟ الانفصال المزعج ده بيحصل نتيجة إن العلاقات ممكن في أوقات كتير جدا ما تبقاش متكافئة، يعني يكون الشخصيتين متباعدين شوية، الشخصية عميقة وشخصية بتتعامل بسطحية أو بتتعامل بلا مبالاة، شخصية بتتعامل بهستيريا وشخصية بتتعامل بقلة اكتراث مش فارق معاها قوي. الموضوع ده بيؤدي فجأة إن طرف بيسيب الطرف التاني، والموضوع ده أكتر الانفصال الموجود في الأبراج بالنسبة للموضوع ده هتلاقيه موجود في الدلو، وهنلاقيه موجود في الحوت، وهنلاقيه موجود في الحمل، التلات الابراج ورا بعض دول، وهنلاقيه موجود في القوس. القوس بيمارس الانفصال المزعج بطريقه في منتهى القسوه، خصوصا من القوس الرجل. كمان اوقات كتير جدا ممكن نلاقي الاسد بيعمل كده، مع انها ضد طبيعته، لكن الاسد لما بيشك او لما بيحس ان القيمه اللي معاه قلت وحصل تنافس، يعني لو الرجل الاسد يعرف بنت وكان بيحبها جدا ومهتم بيها قوي، ويلاقي كذا بنت ليهم نفس الجودة ونفس الشخصية بتاعة البنت اللي هو يعرفها، بيحصل الانفصال المزعج نتيجة ان هو عنده بدائل من الموضوع ده. الانفصال المزعج بيبقى نوع قاسي جدا من الانفصال، بس هنتكلم فيه وبعد التليفون ونقول الو. الخط فصل. ايه الحكاية النهاردة يا كنترول؟ الانفصال المزعج بيمارسه الرجل اكتر من المرأة، يعني بتلاقي الرجل فجأة بياخد قرار بالطلاق، او بياخد قرار بفسخ الخطوبة، او بياخد قرار بقطع العلاقة العاطفية. الموضوع ده بيتم ازاي وعلشان ايه؟ لازم تعرفوا كويس قوي ان الرجل كائن مباشر قوي اكتر من المرأة. المرأة هي اللي بتبالغ اوقات كتير جدا في العاطفة، وبتقدم حاجات كتير جدا زي عاملة زي العروض المجانية، بتخلي الرجل بشكل او باخر بيزهد في العروض دي ويذهب للاخريات او يتخذ قرار بقطع العلاقة. والغريب جدا في الانفصال المزعج انه بيبقى قائم على ظلم طرف لطرف. يعني انا دلوقتي قررت، انا لو انا مثلا اعرف واحدة وقررت ان انا انفصل عنها، لو لجينا سألناه انت انفصلت عنها ليه، هيديك اسباب ممكن ما تكونش قوية قوي لانه ياخد قرار الانفصال ده، لكن هو خدها لمجرد انه حس ان مش قادرين ان هم يتفاهموا مع بعض، او حس ان قيمة الطرف التاني اقل من تقديره هو. وطبعا التقدير ده بيبقى نسبي، ساعات كتير جدا الناس اللي بياخدوا القرار بالانفصال المزعج او الانفصال المفاجئ على حساب الطرف التاني بيندموا كتير جدا. من البنات اللي بيتم الانفصال عنهم بشكل مزعج او مفاجئ البنت العقرب. البنت العقرب فجأة بتلاقي ان حبيبها تخلى عنها ومش عايز يتعامل معها. زي ما قلنا قبل كده ان البنت العقرب في مشروع التأشير كانت عبارة عن زجاجة عطر. زجاجة العطر بزجاجة فخمة جدا وبتبقى مركزة قوي قوي، احنا بناخد منها يعني رشة او اتنين علشان نتمخض بالعطر ونقول ان احنا معطرين، لكن احنا ما نقدرش ناخد كتير، ما نقدرش ناخد كذا رشة، هنتخنق من وجود المرأة العقرب في حياتنا. فالمرأة العقرب لما بتسيطر قوي على الرجل او بتحاول ان هي تبين ان هي عارفة كل تفاصيله وعايزة تعرف عنه كل حاجة، الموضوع ده بيؤدي للانفصال المزعج على فكرة، وبيتركها محطمة تماما. انا بيجيني رسائل كتير جدا الحقيقة عن المرأة العقرب بتبقى ضحية للانفصال المزعج ده، وكمان المشكلة ان هي بتقعد فترة طويلة جدا تعاني لانها ما بتبقاش عارفة السبب الحقيقي في الموضوع. لما باجي للرجل اقول له طب انت سبت البنت العقرب ليه؟ يعني ايه اللي خلاك استغنيت عنها فجأة؟ يقول لي والله مش عارف، بس هي بقت كائن ممل بالنسبة لي قوي، وانا ما بقتش يعني خنقتني. كلمة خنقتني دي هي اللي احنا عايزين نرجع بيها لمشروع التأشير، لان اكتر حاجة بتواجه بتخلي مصير المرأة العقرب مذبذب شوية هي حتة ان الرجل بيمل من العطر ده وعايز يجرب عطر تاني. ومعانا تليفون ونقول الو. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام. علي صوتك شوية. نعم. علي صوتك سن صغيرة. حاضر. ربنا يحفظك يا رب. وانت طيبة، ربنا يخليكي. نتعرف بيكي. لا قولوا لي يا كنترول. قولي تاني قولي تاني. أنا بنت خليلي 14 12 94. أنت 14 12 94. أه. أه أوكي، أنت قوس. ها. والشخص اللي أنا بحبه 13 2 1 2.
وهو 13 2 18 2 دلو. لا ممكن تقفي في حته فيها شبكه فيها سيجنال، انتوا سامعينها؟ الصوت بيقطع جامد جدا، ممكن تعيدي الكلام تاني بس بالراحه. ها يعني حضرتك انا كنت عاوز اعرف يعني استفاد برجي من ناحيه اليوم، وهو مصدر في البرج بتاعتي، وتوجه برجي ازاي احافظ على علاقه كده، ازاي تحافظي على العلاقه مع الدلو؟ مميزه. انت طيب انا عايز اقول لك حاجه، انت سنه 94 2004 و... يعني انت عندك 19 سنه وهو 92 عنده 21، تعرفيه بقالك قد ايه؟ يعني تقريبا. طيب هو يعني جه في مره من المرات كده يعني حصل بينكم الانفصال المتكرر اللي انا قلت عليه قبل كده، اللي هو تنفصل وترجعوا تنفصل وترجعوا؟ هي يعني كانت بتبقى يعني في وقتها في لحظتها، مثلا انا كنت ساعات احس ان انا ممكن حاجه على مصلحتي شويه، فكنت اقول له معلش يعني انا كده يعني هو بحس بالكلام ده غصب عني. طيب تابعينا وانا هرد عليك ان شاء الله بعد الفاصل، عشان احنا طالعين فاصل دلوقتي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وجالنا رسائل كتير جدا الحقيقه. في هنا رساله بتقول: اولا احترم اسلوب حضرتك الراقي والمحترم في الرد على المكالمات، ارسلت لك انا منار برج الدلو وماما برج الحوت، انا وماما دايما عصبيين وصوتنا عالي. عموما انا عايز اقول لكم حاجه، الامهات من الابراج المختلفه ليهم طرق مختلفه، تلاقوا في ام يعني الام الحوت بتبقى ناقده قويه جدا، وبتبقى عارفه كويس قوي انت ممكن هتعملي ايه في الاوضاع اللي انت ممكن تعمليها وهي فاتت عليها قبل كده، تحاول تفرض وصيتها عليك، تحاول انها تقول لك يعني ما ينفعش تعملي كذا، تبتدوا تتنرفزوا مع بعض، تبتدوا تتنرفزوا مع بعض وتتكلموا بطريقه وحشه، ويا دلو انصح الدلو هنا هو اللي غلطان على فكره مش الحوت، يا منار معلش انت اللي غلطانه مش ماما الحوت الغلطانه، لان واضح جدا ان انت مش قادره تتواصلي معاه. واكمل معاكي بس معانا التليفون ده ونقول الو. 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 ايوه. ايوه اهلا. اتفضلي انا سامعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه. اسمعينا من التليفون بلاش التلفزيون. ايوه. الحمد لله تمام، نتعرف بيكي. الحمد لله تمام. ستاشر ستة اوكي. معاكي انا سامعك. 16 6 و4 ايه بقى؟ و4 11 عقرب جوزاء. مين الجوزاء فيك، وانت ولا هو؟ فصل. هي 16 6 يعني لو هي جوزاء وهو عقرب الموضوع هيبقى فيه نوع من الصراع، يعني انا موجوده انا اقدر اقول لك رايي، العقرب يحاول يستحوذ عليها يحاول يفرض عليها وصايته، الجوزاء طول الوقت تعلن تمردها بشكل او باخر. في بنات كتير من الجوزاء بيعلنوا تمردهم عن طريق الصمت، يعني هي تبقاش قادره ان هي تعبر عن رايها فتتخذ موقف سلبي جدا يعصب العقرب قوي، لكن لو البنت عقرب والرجل جوزاء الموضوع ممكن يمشي اسهل من كده بكتير. نرجع لبرج الدلو منار وماما برج الحوت، وانا وماما دايما عصبيين جدا وصوتنا عالي، المفروض اصلا ان انت ما يبقاش صوتك عالي قدام ماما، مش علشان انا هدعوكوا الاخلاقيات ومثل عليا وحاجات من دي، لكن علشان المفروض ان الام بيبقى ليها مكانه معينه الانسان لازم يخشع عندها ويحاول طول الوقت، مهما كانت الام غلطانه ومهما كانت الام عصبيه مهما كانت الام بتتعامل مثلا بشكل سوقي او بتزعق او بتشتم او بتعمل، احنا المفروض، على فكره ده شيء ما يقللش منا خالص، امنا مهما تعمل فينا المفروض ان احنا نقول لها حاضر يا ماما معلش، او نبتسم في وشها او نهزر معاها، نقلل شويه من العصبيه اللي ممكن تنتابها، وانتبهي كويس قوي لان المراه الحوت
لما بتبقى أم وبتبقى عصبية بتركبها أمراض كتير جدا، بيجيلها أمراض كتير جدا. أرسلت لك من قبل ولكن بدون تفاصيل. أنا سين 17/5 هي تور وحبيبي 24/2 حمل، مع العلم بينا حوالي 22 سنة وأحبه جدا ودايما وما كملتش. التور والحوت على فكرة كويسين قوي قوي مع بعض، ما عندهمش أي مشاكل. والفرق زي ما قلنا قبل كده، الزوج لما بيبقى أكبر من الزوجة سنا، الموضوع ده على فكرة ما بيخلقش إلا كل احترام بينهم. المفروض أنا لو زوجة متجوزة راجل أكبر مني في السن، المفروض إن أنا أتخذه أب ومعلم وصديق ومرشد، وقولي لي كذا وقول لي كذا، أعمل إيه في كذا، عد عليك كذا، استفيدي من حكاياته، استفيدي من خبراته، واعملي منه أيقونة بالنسبة لك، أيقونة مقدسة. لأن طبعا الزوج هنا بيبقى زوج وأب في نفس الوقت. بالنسبة للتور والحوت، التوافق بينهم كامل على فكرة، يعني الحوت والتور بيحبوا بعض قوي، بس الحكاية كلها ان ممكن هو يتعب من الحاحك عليه، وخصوصا بينكم 22 سنة، فانت ممكن تتعبيه صحيا جدا. يعني المفروض تخفي عنه شوية وانت بتتعاملي معاه، ما تلحقيهوش هو مش صغير علشان يعني يبقى عنده نفس الطاقة بتاعتك في التساؤل والاستكشاف. المفروض ان انت تاخدي منه اللي هو يديهولك، بس ما تطلبيش منه اكتر من كده عشان العلاقة تفضل سوية. واتمنى لك السعادة طبعا ياسين يا برج الثور. انا هدى برج العذراء وحبيبي برج الدلو، وبيبعد عني ويرجع، عايزاه اعرف ازاي اتعامل معاه. مشكلة الدلو الكبيرة طبعا، بس انا عايز اقول لكم حاجة طبعا علشان الرجالة الدلو ما تزعلش مني. الرجالة الدلو اهم حاجة عندهم، اهم حاجة عندهم، ودي حاجة انا اللي كنت لسه متكلم فيها مع صديق جلو، مع صديق دلو النهاردة من حوالي ساعتين، هو اسمه محمد وهو دلو يعني، ومنتمي قوي قوي لبرجه. بيقول لي يا تامر، وانت ليه بتهاجم الدلو كده؟ قلت له انا ما بهاجموش. فهو قال لي كلمة واحدة، بص يا تامر، اهم حاجة عندي واهم حاجة عند اي انسان دلو الحرية. جميل جدا يا محمد ان الانسان يبقى هدفه الحرية، لكن في اوقات كتير الحرية بيبقى فيها نوع من الضرر للاخرين، من الضرر لمشاعر الاخرين. هو انت علشان دلو بتحب الحرية، المفروض حريتك تخصك، مش حريتك تطغى على حريات الاخرين، تطغى على رغبات الاخرين. هي دي مشكلة الدلو، ان هو ما بيعرفش يعمل خط فاصل بين الحرية الشخصية وبين الحرية الاجتماعية اللي بتخليه يتحط جوه خانة معينة علشان يمارس فيها حقوقه ويعمل فيها واجباته. الرجل الدلو رجل جذاب جدا جدا، رجل دمه خفيف قوي، نقدر نشوف معاه عوالم كتير جدا ونقدر نتكلم في حاجات كتير جدا، لكن زي ما قلنا مشكلته ان هو بيؤمن بحريته قوي وبيجي على حريات الاخرين ورغبات الاخرين. ومعانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. اهلا وسهلا. الحمد لله. انت مزن جوزك سرطان؟ اه شفت كده ورقه بيقول لك ان هو كده شفت تعالي وجبنا كده قلت له ايه ترجمه يا كنترول. نعم. كلمي بالراحه يا مدام وانا هسمعك. معلش شبكات الاتصالات كلها على فكره فيها مشكله. يعني انا وجوزي سرطان. عرفنا دي. انا كنت بشتغل ضد الاسبوع اللي فات والله كده انا كنت زعلانه. وانت كنت زعلانه؟ اه كنت زعلانه، قلت له انا قلت له مش عارف يعني، قلت له لسه متطلق. بس الموضوع كله قلت لك الكلمه ديت زي بعمل ايه؟ يعني انت طلبتي منه الطلاق؟ اه. بسبب المشكله بتاعت الاسبوع اللي فات؟ اه. ايه المشكله دي طبيعتها ايه؟ يعني ان هو ما بيقعدش معايا على طول، قاعد على طول عايز ينام، عنده مشاكل في الشغل على طول، بقى له اكتر من ثلاث اربع شهور. بقى له اكتر من ثلاث اربع سنين. ايه يا كنترول؟ ثلاث اربع شهور. يعني انت هو عنده مشاكل في الشغل وانت كمان عايزه تتطلقي منه؟ لا هو مش فاكر انا فلوس كتير، ولما جيت قلت له هو دلوقتي انا هتغير. لا اصبري يا ماما، اصبري على جوزك شويه. طيب هتطلقي وتعملي انت مخلفه منه؟ اه عندي طفل عنده سنه. طيب يعني هتروحي تقعدي عند امك ببنتك متطلقه؟ مش هي دي الفكره، مش الفكره، الفكره ان انا صالحته ماشي ومكروه، بس هو دلوقتي المشكله ان هو زعلان وواخد دلوقتي وبيقول لي بعد الكلمة اللي انت قلتها دي انا مش عارف ادي اصبر. فانا اعمل ايه عشان خاطر ان انا ارجع ورايا زي الاول؟ لا بيصفى بيصفى، مفيش مشاكل، بس اديله وقته.
ما انت بتقولي له طلقني وهو ظروفه صعبه. في واحده في زوجه في الدنيا لما جوزها يبقى ظروفه تعبانه تقول له طلقني؟ ما هو الفكره اهو المشكله دلوقتي ان هو اتعود على طول ان هو ما يتكلمش معايا وما يقعدش معايا بسبب ظروفه، حتى لو ما عندوش مشكله بيحاول يقنع نفسه مشاكل في الفتره اللي هو بيفكر فيها. ما انت على بص انا عايز انت اسمك ايه؟ اميره. بص يا مدام اميره ركزي معايا كويس قوي، انت دلوقتي بس ثواني واحد حاجه اتفضلي. في اسد وجوزها او فاطمه اسد ماشي ورد عليا معايا في مرات في التلفزيون كويس. طيب خلاص انا هرد عليك يا مدام اميره. اختك اسد وخطيبها اسد برضو؟ طيب حاضر. الدنيا صعبه، الحاله الاقتصاديه صعبه جدا جدا على كل الرجاله، الناس اللي بتشتغل في مشاريع، الموظفين نفسهم ساعات كتير ما بيقبضوش مرتباتهم، اللي بيشتغلوا في شركات قطاع خاص بيبقوا تحت مقصله الاقصاء وتحت مقصله ان هم يستبعدوا من الشغل، الناس اللي بتشتغل بفلوسها في السوق فلوسها مبحتره طول الوقت ما بيعرفوش يلموا حتى اللي يقيم حياتهم ويوفي بالتزاماتهم تجاه بيتهم، الراجل بيكتئب بينهار ما بيبقاش قادر ان هو يتعامل مع المرأة، هو اصلا اقتصاديا اي رجل في الدنيا لما ما بيبقاش قادر يكسب كرامته بتتكسر قوي، هو نفسه بيتكسر ما بيبقاش عنده رغبة لأي حاجة ومن ضمنهم زوجته، تيجي زوجته المفروض ان هي تكون كيان ملطف ليه بشكل او باخر بشكل مباشر او غير مباشر. انا لما جوزي يبقى تعبان ماديا ومش قادر ان هو يرجع حتى للمستوى المتوسط اللي هو كان معيشني فيه وعنده مشاكل كبيره قوي في الشغل مش عارف يثبت ذاته، ما يبقاش ان انا اكافئه ان انا اقول له اطلب منه الطلاق، وخلي بالك هو بيقول هو مش قادر يصفى لها بسبب ان هي طلبت الطلاق منه. حقه بصراحه يا اميره، يعني ما ينفعش كده. الموضوع كله عايز مكاشفه كامله مع السرطان، مفيش مشاكل، قولي له انا مش زعلانه علشان انت مش قادر تكسب دلوقتي ومش علشان قادر تعيش معانا وعلشان انت سايبنا. اي راجل في الدنيا يا جماعه، اي راجل في الدنيا لا بيبقى نفسه يبقى اب ولا نفسه يبقى زوج لما بيبقى ظروفه الماديه تعبان، لانه هو عارف ان زوجته محتاجه، ابنه محتاج، هيفكر ازاي يقعد معاهم. بالعكس بيبقى اي راجل في الدنيا خصوصا الناس المائيين بيهربوا تماما لما ظروفهم الاقتصاديه تتعب، بيهربوا من اهلهم، بيهربوا من مواجهه اصدقائهم، بيهربوا من مواجهه زوجاتهم، وده طبيعي وانت المفروض تكوني متفهمه ده، والمفروض ان هو كل ما يبص في وشك يحس بالاستقرار، مش يحس كمان يعني هو يبقى تعبان ماديا ومش قادر يشتغل او مش قادر يكسب او مش عارف يسد التزاماته، ويبص في وشك يحس كمان ان حياته الزوجيه هتنهار، من الطبيعي جدا انه يزعل منك وياخد منك موقف يقول لك انا قلبي مش قادر يصفالك. الاعتذار، انا اسفه حبيبي ما تزعلش مني، انا مش عايز ابيعك علشان انت ما بقتش بتكسب، لان هو اذا ما كانش كسب النهارده هيكسب بكره وكله هيبقى ليكي. انا اسفه حبيبي انا بس عشان انا حاسه انت وحشني وانا مش عارفه اقعد معاك فتهورت وقلت لك انا عايز اتطلق. اتطلقي تروحي فين؟ هتتطلقي وتروحي تقعدي عند امك مطلقه ومعاكي عيله صغيره؟ وبعدين هتعملي ايه يعني بعد كده؟ هتفضلي قاعده مستنيه رجل تاني يخش حياتك وتتجوزي تاني؟ طب والبنت هتروح فين؟ فكري بالعقل يا اميره، ومفيش داعي للتهور ومفيش داعي للحركات الاوفر قوي اللي انت بتعمليها دي، جوزك اولى بيكي، اتعاملي معاه كويس بما يرضي الله علشان كده ما ينفعش. بالنسبه لاختها برج الاسد وخطيبها برج الاسد، الاسد والاسد بيتفقوا جدا مع بعض، بس تيجي فتره على الرجل الاسد ينفصل عن اختها وبعد كده يرجع تاني، وده بيبقى قائم على رد فعل اختها بالنسبه لخطيبها الاسد، لكن العلاقه بينهم دائمه وتكاد تكون ملكيه. ازيك يا تامر؟ يا رب تكون بخير. انا تمام الحمد لله. انا وديان برج الميزان، حلو قوي اسم وديان ده، وما ومازن اللي يستاهل وخايفه ايه؟ ومازن اللي يستاهل وخايفه نرجع لبعض ونتخطب وبعد كده يسيبني بسبب اندفاعه. لا ارجعي له. وحتة أنا خايفة يسيبني بعد كده دي الحاجة اللقطة بتاع الترددية بتاعة الميزان، اللي هو هيسيب مش هيسيب، هيكمل مش هيكمل، هيكرر نفس الموقف ولا مش هيكرر نفس الموقف. الموضوع ده بتقع فيه الميزان كتير، وساعات كتير جدا بتضيع حياتها بسبب إنها مش عارفة تاخد القرار. لا ارجعي مفيش أي مشاكل. معانا تليفون ونقول ألو. ألو. أيوه. أنا بقول لك أنا عايز أسأل على حظي. عايز تسال عن حظك؟ اه. قول لي يا حبيبي برجك ايه وانا اقول لك على حظك. انا برج الجدي. انت برج الجدي. عن ايه مشكلتك؟ يعني انت عندك مشاكل دلوقتي فنفسك تخرج من اللي انت فيه فعايز تشوف حظك؟ لا بس انا كده بس قلت اجرب. ايه؟ لا قلت اجرب بس اتصل يعني. والله انت عسل، انا هقول لك على حظك. حبيبي.
نورتنا والله. هتكلم عن الحظ دلوقتي مع برج الجدي، بس عايز كان في كام رساله مهمه جدا. انا ميزان وبحب واحده جوزاء، تفتكر ايه نسبه النجاح؟ وبصراحه والله انا اقول لك حاجه، نجاح العلاقه بصراحه بيتوقف على الميزان نفسه. الجوزاء شخصيا كبنت، الجوزاء مرغوبه جدا جدا من كل الرجال، لو انت عرفت تتعامل معاها وعرفت تديها ثقه في نفسها وتخليها تساعدك على اتخاذ القرار، العلاقه هتنجح 100%، خصوصا ان انتوا الاثنين هوائيين زي بعض. انا مي برج الاسد وحبيبي برج العذراء، عايز اعرف مدى التوافق ويا ترى ممكن نكمل مع بعض ولا لا. الاسد معرفش ايه الحكايه، الاسد بيحب العذراء قوي يعني. انا عندي مع ان يعني الاسد وراه العذراء على طول، ومعروف فلكيا ان الابراج المتتاليه ما بتتفقش قوي، يعني ما نلاقيش مثلا الحوت يتفق مع الحمل لانه هو وراه على طول في الدايره الفلكيه، ما نلاقيش الاسد المفروض يعني ما يتفقش مع العذراء. بس المشكله بقى في ايه؟ الاسد البنت الاسد بتشوف ان الرجل العذراء رجل صلب ورجل، وبتسقط عليه كل احلامها بالنسبه للرجل اللي هي بتحبه، فتتعامل معاه من منطلقها هي مش من منطلقه هو، تيجي تدلعه تلاقيه ناشف وجامد ومش قادر ياخد ويدي معاها في الكلام، مش قادر يقول لها كلمتين حلوين فتنهار، وتقول لك طب انا اكمل معاه ازاي وهو بيتعامل معايا من المنطلق ده، ده بخيل، حتى بخيل في العواطف وما بيتعاملش كذا. الرجل العذراء زي ما قلنا في مشروع التأشير هو راجل بيقدم خامات الطباعه، خامات العلاقه صحيح. بيقدم خامات العلاقه، لكن انت اللي عليكي تهيئها بشكل احترافي. الرجل الاسد عامل زي ثمره قرع العسل، بيقدم لحم الثمره بسخاء جامد جدا، لكن عليك انت بنار الحب والتسويه الهادئه جدا تقدري تعملي منها صينيه ممتازه. انصحك تكملي مع الرجل العذراء، الرجل العذراء مكسب الفلكيين في جميع انحاء العالم، بيقولوا مصير الكره الارضيه كان هيبقى شكله ايه من غير الناس العذراء، باعتبار ان الناس العذراء باستمرار مرشدين او جايدز لكل الناس، وهم المسؤولين عن تنظيم حياتهم وتصنيفها بشكل او باخر. ازيك يا تيمو، اهلا وسهلا. انا جوزاء، جوزي اسد، عايز اعرف اهم المميزات وعيوب البرج، خصوصا اننا متجوزين عن حب ماشي وبيننا اطفال، واكتر من مره كنا هننفصل، انا بحبه ساعدني ارجوك، مش هتنفصلوا، ده الانفصال الترددي او الانفصال المتكرر اللي هو لزقه تشيك شوك واقعين تحت تاثيره. والموضوع دون كل الحكايه ان انت علشان كل ما تحبوا يعني توصلوا لقرار الانفصال، بين قرار الانفصال وقرار الانفصال التاني حاولي تكبري المده اكتر، لكن الموضوع هيستمر مفيش اي قلق. ومعانا تليفون ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضل حضرتك، كنت عايزه اسال، انا 27/5 27/5 جوزاء، ها؟ خطيبي 2/11 وبنت خناقات على طول، ده عقرب وهو صلب جدا في الطباع، فانا عايزه اعرف يعني نكمل مع بعض ولا نسيب بعض؟ انا اللي هقول لك تكملي مع خطيبك ولا تسيبيه. انت اسمك ايه؟ اسمي به. اسمك ايه؟ به اول حرف. او الانسه به. نقول بسمه. اوكي بس يعني. ماشي يا بسمه. وكنت عايزه اسال بس ايه البرج اللي يتفق معايا انا الجوزاء، يعني ايه اكتر برج؟ يا شيخه بلاش الكلام الفاضي ده، مش معاكي راجل عقرب. بس احنا يعني بنتخانق وتقريبا هنسيب بعض يعني. بس يعني ليه هتسيبوا بعض ليه؟ بقالك معاه قد ايه يا بيه؟ يعني 3 شهور. 3 شهور؟ ولقيتي ايه اللي فيه مخليكي مش طايقه بقى عايزه تنفصلي عنه؟ هو ساعات الراجل العقرب بصراحه بيبقى ينرفز قوي قوي ببروده او بتحكماته. لا بس هو انت ماشي كلامه عليا. وعلى طول عصبي ومش يعني ما بيفهمنيش صح، على طول فهمني غلط. ولما هو بيمشي كلامه عليكي بيبقى رد فعلك ايه يا بيه؟ بيبقى رد فعلي والله اللي هو بقنعه بحيث لا والله انا مش كده، انا انت فاهم غلط، انت بس يعني مفيش مره من المرات نفذتي الكلام بتاعه؟ يعني مثلا قال لك ما تلبسيش كذا او ما تنزليش مع فلان او ما تعمليش كذا وانت قلت له حاضر مره واحده؟ ايوه سمعت، بسمع كلامه وبقول له حاضر، يعني الاختلاف بيبقى يعني عايزه اوصله وجهه نظري لا مش كده، زي ما انت فاهمني، زي ما انت يعني. يعني حضرتك هل بيطلب منك حاجه اوفر؟ هو متعب، عايز يتعبني يعني مثلا بيبقى يعني بيقول لي لا لما نتجوز ما تشوفيش مامتك،
هو مسافر ساعدني اسافر. لا ما تقوليش مامتك انت مع جوزك خلاص. ده كلام بس على فكره. يعني انت تبع يقول لي انت تبع جوزك الست. ايوه اي ست في الدنيا اي ست في الدنيا بتبقى تبع جوزها ولازم تسمع كلام جوزها. انا هقول لك حاضر يا بيه. حاضر يا انسه باء. اي رجل في الدنيا من كتر حبه في المراه ومن كتر تقديسه للحياه الزوجيه وبالذات الرجاله العقرب، ومعظم مشاكل الرجل العقرب بتبقى فعلا مع اهل مراته، بيبقى عايز يفصل مراته تماما. تعرفين بقى غيره العقرب المتاصله في شخصيته، بيبقى عايز يفصل مراته تماما عن الناس اللي موجوده، عن اهلها، عن امها بالذات، باعتبار ان امها ممكن تنتقده او ممكن تلاحظ تسلطه او ممكن تلاحظ ان هو عنده مشكله ما يعني مش قادر يتواصل معاها، فيطلب منها ان هي تنفصل عنهم. وده طبعا اجراء اوفر، يعني مفيش حد في الدنيا بيتجوز واحده ويمنعها عن اهلها اذا كنت انت مش واثق في اهلها فواخد بنتهم ليه. يعني انت عايز تقطع علاقتك باهلها فانت واخد بنتهم ليه، وانت متخيل ان هم لما يعرفوا ان انت تقطع علاقتك ببنتهم هيوافقوا ليه؟ يعني هي واقعه لك قوي للدرجه دي. انصحك ان انت تتريسي شويه وتتعاملي معاه بالراحه وتقولي له لا الكلام ده ما يمشيش معايا، انا يمشي معايا، انا بحبك ونقطي 1 2 3، انا ليا حق ان انا ارجع لاهلي، انا ليا حق ان انا اتصل بيهم وارجع لهم، ما ينفعش ان انا انقطع لك تاني. لو هو ما وافقش يبقى ساعتها تاخدي قرار بالانفصال، لكن لو هو ماين وقعد يناقش كتير تعرفي ان هو بيجرب الموضوع ده فيكي بس وبيشوف هيكون رد فعلك ايه يا انسه ب. انا زينب برج الحمل وجوزي 2/10 ميزان ومش عارفه اتعامل معاه وكل شويه مشاكل كتير. 2/10 هو ميزان وهي حمل ومش عارفه اتعامل معاه وكل شويه مشاكل كتير. عندك حق، الرجل الميزان مع الحمل ما بيبقاش مريح. ليه بقى؟ لان الرجل الميزان استعراضي، والاستعراضيه بتاعته ممكن يكون فيها نوع من انواع الاهانه، يتعامل معاكي بلقطه جارحه كده شويه، يعني يتعامل معاكي باستعراضيه شديده، لو جاب لك حاجه يبين لك ان هو كده. هي دي مشكله الميزان على فكره، لكن هم في الحقيقه هم من اطيب الرجاله اللي ممكن تتعاملي معاهم، بس هم صاخبين شويه وبيحاولوا يضخموا من ذاتهم زياده عن اللازم. زي ما قلنا قبل كده في مشروع التأشير ان الرجل الميزان بيبقى ماسك الميزان بيبقى ماسك عدسه للمراه اللي مرتبط بيها، عدسه كبيره كده هي بتشوفه من خلالها مكبر مرتين ثلاثه عن حجمه الطبيعي، مع ان حجمه الطبيعي في الحقيقه مرضي جدا. الرجل الميزان عامل زي البطيخه بالظبط، بتفتحي البطيخه بتستبعدي نص وبتخلي نص معاكي، بتسقعيها وبتاكليها بشكل مباشر، تلتهميها على طول وانت متاكده ان الرجل الميزان في نوع من الحلاوه وفي نوع من الترطيب الكبير الجميل جدا، الا بقى لو البطيخه دي طلعت قرعه هتبقى دي مشكله كبيره. طيب انا مش بحس بتعقيد في علاقتي مع حبيبي، على العكس بنتفق على كل حاجه وغالبا بتبقى نفس الحاجه. انا 1/8 وهو 1/1. ايوه انتوا جدي. طب تمام، انت زعلانه انك مش حاسه بتعقيد مع حبيبك ولا ايه؟ يعني انا مش بحس بتعقيد في علاقتي مع حبيبي، على العكس بنتفق على كل حاجه وغالبا بتبقى نفس الحاجه. انا 1/8 وهو 1/1، هما الاثنين جدي. طب تمام مفيش مشاكل، ما دام انت مش حاسه بالتعقيد ده، انت عايزه تعقدي الامور يعني؟ هقول لك لو هتحب تعقدي الامور معاه وتحاولي ان هو يتداخل معاكي بشكل اكبر من كده، كلميه عن عمله، كلميه عن شغله، وما تكلموش عن علاقته بالاخرين. حذاري اي واحده متجوزه رجل جدي تحاول تاثر على علاقته بالاخرين، خصوصا اصدقائه او معارفه، الموضوع ده بيربكه جامد جدا وبيعمل جيب معزول او فجوه معينه تخليه ما يتعاملش معاها بشكل مباشر. معانا تليفون ونقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلو ومراتي ميزان. يا اهلا، نتعرف بيك. انا وليد. اهلا يا استاذ وليد. عايز تعرف ايه يا استاذ وليد؟ انا مراتي بقالي 3 سنين من يعني يمكن انا غلطت في حقها. اداله معروف. اداله معروف، اوكي.
يمكن انا عملت حاجات كتير لكن انا بحبها مقبل على الشيء. فهل فعلا في شيء بنتهم النزال ان انا اسيبها هي عمرها الطلاق الدكتور طلاق هي طالبه منك الطلاق؟ يا استاذ وليد ايوه طالبه الطلاق منك بينكوا عيال؟ ايوه عندنا ولد وبنت. اه يعني هي دلوقتي مش موجوده معاك غضبانه مثلا؟ لا موجوده معايا. اه انا حاولت معاها كل حاجه وغصب طب طب كل حاجه مش نافع. طب روق بس كده، هي موجوده معاك دلوقتي؟ لا. يعني لو ينفع نكلمها؟ اعرف كويس قوي ان الميزان فاض بيها من تصرفاتك يا استاذ وليد. يعني ممكن ان انت تكلمها. ممكن انا اكلمها؟ اه ادهاني اكلمها. هو معايا على الخط بيشوف. اه بيشوف المدام. الو اهي معاكم. اه اتفضل خليها تكلمني. معلش انا اسف رافضه تكلمني. رافضه تكلم ده هي اصلا واضح. طب انا هقول لكم الموضوع ده على الهواء مباشره. اتفضل يا استاذ وليد. واضح ان هو متضايق جدا جدا طبعا من الموضوع ده. المراه الميزان، المرأة الميزان مشكلتها الكبيرة جدا ان هي عندها شخصية مستقلة وبتحس بأقل قدر معين من الإهانة. يعني أي إهانة بتوصل لها أو بتحاول ان هي بتضحي جامد جدا. اه يعني من النساء المضحيات في العلاقة الزوجية المرأة الميزان، بتصبر وحمولة وبتستحمل كتير جدا. الرجل الدلو بيبقى أناني، يعني بيتعامل معاها بأنانية شوية، لكن هي ما تعرفش هو قد ايه قلبه طيب، ما تعرفش قد ايه هو بيحبها. هي عايزاه يمارس بروتوكول معين معاها يبقى متواجد مثلا طول الوقت او بيستجيب لها طول الوقت. والرجل الميزان عايزك تعرفي كويس قوي يا مدام ان الرجل الميزان ما بيتحملش الكلام ده كله. خليكي انت انسانة حكيمة، انت انسانة بتقدري تقدري الظروف، انت ام. فالراجل بيقولك انا غلطت في حقك كتير قوي، والميزان برج العدل يعني ممكن تتسامحي، مش تتسامحي المره دي، ده انت تتسامحي طول الوقت. مادام هو بيجي له وقت كده معين بيقعد على كرسي الاعتراف ويقولك انا اسف، الموضوع ده كفيل باذابه اي جفوه او اي برود او اي زعل بينكو. انصحك تستمري مع الراجل الطيب اللي كلمنا ده. ما تزعلش يا استاذ وليد، وان شاء الله ربنا هيكرمكو وهتتصالحوا. كان نفسي اكلمها علشان اصالحكو مع بعض على الهوا، انا عملت الموضوع ده كتير قبل كده. انا يا تامر مشكلتي كبيره، انا 19/6 ومراتي 28/7 وبتحبني حب ما يتوصفش، حاسس اني في الجنة يا عيني، وبتقولي كلام حب ما سمعته عمري ما سمعته، وانا كمان بحبها حب كبير. لكن هي بقى لكن دي مش بقول لها، لكن بقول لها بيني وبين نفسي وهي نفسها تسمع كلمة حب بيني اعمل ايه؟ قول لها. على فكرة حتى لو طلعت الكلمة منك مرتجفة، حتى لو طلعت الكلمة منك ساذجة، حتى لما بتبقى في رجالة كتير جدا لما بيجي يقولوا انا بحبك بيضحكوا او بيرتبكوا او يقولوها كده مكتومة شوية، او اللي هو عايز بيبقى عنده احساس قوي قوي ان هو لو قالها مش هتبقى لايقة عليه. لا هتليق عليك يا معلم، مفيش مشاكل. بس عشان فرق السن بينكو حوالي 14 سنة ممكن الموضوع ده يبقى تقيل على قلبك، لكن ده بالعكس، ده هي اعتبرها زي بنتك زي اختك الصغيرة، طبطب عليها كده وقول لها بحبك. جرب الموضوع ده سهل جدا ومفيش اي مشاكل يا جوزاء، مفيش اي مشاكل. قول لها بحبك عادي جدا، ارتبك وانت بتقول لها بحبك. قول لها في التليفون لو انت مش قادر تتكلم معاها فيس تو فيس، قول لها في التليفون انا بحبك، ازيك، عامله ايه، ومش ضروري كلمه بحبك، وحشتيني كفايه، عامله ايه، عايزه اطمن عليك. الكلام ده كله برده بيترجم مشاعر الحب، وانت من السهل جدا انك تقوله يا جوزاء، خصوصا دي اسد، يعني لازم تقول لها الكلمتين الحلوين دول. معانا تليفون، معانا تليفون، ونقول الو. الو يا اهلا. ابتديت افك انا خلاص. يا اهلا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك انتي؟ تمام الحمد لله. ايه برجك ايه؟ انا برج القوس وجوزي برج العقرب. اه ايه قولي. بيغير منك؟ بس عايز اعرف. بس ثانية واحدة. بيغير منك؟ بيغير مني ازاي؟ بيغير منك انتي؟
لا ما بشوفش ده خالص. بتشوفي ايه طيب؟ لا انا بشوف ان هو عايز يكبر دماغه خالص. بكبر دماغه منك؟ اه شويه. ايه مشغول في الشغل قوي يعني باستمرار؟ اه جدا جدا. احمدي ربنا احمدي ربنا انه مشغول عنك بالشغل ده، لو قعد لك هيجيب لك اكتئاب. اسمعي الكلام. اه والله. ليه؟ الرجل العقرب لما بيركز بيبقى صعب قوي قوي، خليه مشغول. وانت من وقت للتاني ازيك عامل ايه فينك يا عم وبتاع وقلبي الموضوع معاه تهريج، حتى لو هو كلمك بحده او كلمك بنوع من بطريقته اللي احنا عارفينها دي اللي فيها نوع من القسوه والجفاء شويه، خذي الامور واضحكي زي ما انت بتضحكي معايا كده دلوقتي. اه احمدي ربنا انه مشغول عامل الشغل. من صفات برج العقرب ان هو كتوم قوي فعلا. اه بس هو كتوم في ايه؟ يعني هو كتوم عنك في ايه؟ هل كتوم عنك في ما في شغله ولا في امواله ولا في علاقاته ولا في ايه يعني؟ في كل حاجه. في كل حاجه هو كتوم. احمدي ربنا برضو انه ما بيشركيش في مشاكله. انت بتشتغلي؟ انت بتشتغلي؟ لا 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 مش طب ما تجربي تشتغلي. يا ريت. اي شغلانه منزليه كده حتى لو انت مع نفسك يعني، البرج القوس على فكره بيبقوا حلوين قوي في الشغل، مرزقين قوي. جربي تشتغلي بدل ما هو مشغول عنك قوي كده. خلاص حاضر. ولا انت شايفه ايه؟ لا لا تمام خلاص اوكي. تمام. طب انا كنت عايزه اعرف حظ برج القوس والعقرب 2013 ايه؟ القوس ربنا بيكرمه باستمرار عشان قلبه طيب. والله بجد يعني القوس من اكتر الناس، انا بالنسبه لي يعني كخبير روحاني وفلكي والكلام ده كله، اكتر الناس ده يعني انا في دراسات كتير جدا انا قريتها بتقول ان القوس بياخد 70% من ارزاقه وحظوظ الابراج الثانيه. يا رب. واخده بالك؟ فانت وده من رزقك وحظك برده ان هو يبقى مشغول عنك ده، لان العقرب لو ركز مع القوس بيجيب لها اكتئاب والله صدقيني. طب الحمد لله. خليكوا كده. ولو حتى التلاقي بينكم يبقى ساعة في اليوم ولا نص ساعة ده كفاية قوي عليكي. طيب الحمد لله. الحمد لله واتمنى لك السعادة طبعا وراحة البال يا مدام. ربنا يخليكي. اتفضلي. سحر 23/12 سحر جدي ونبيل، هي دي لو يبقى دي 5/12 قوس نبيل قوس، عايز اعرف مدى التوافق والمشكلة ان هو دايما بيوعب بحاجات ومش بينفذها. الموضوع ده على فكره منتشر في شويه ابراج. من اكتر الابراج اللي بتوعد بحاجات وما تنفذهاش تعرفوا برج ايه؟ عارفين انتوا يا كنترول برج ايه اللي بيوعد بحاجات وما ينفذهاش؟ لا الجدي. لا 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 الدلو. ايوه ها. لا والعذراء. العذراء بيبقوا صادقين جدا جدا في وعودهم وما بينفذوهاش. نيجي بقى للقوس. القوس بيقول انا عايز اعمل كذا باعتبار ان هو فعلا عايز يعمله، لكن ظروفه وامكانياته وطريقه تفكيره وترتيب افكاره بيخليه ما يقدرش ينفذ الوعود دي، فبيبان قدام الجدي اللي بتبقى عايزه حاجه محدده جدا. يعني انا اعرف النساء الجدي بيبقوا بيحبوا طول الوقت ان هم يكون عندهم شيب، عندهم ليميتد معين، عندهم حدود معينه، بيقول لك احنا بكره هنعمل كذا. لازم الجدي يبقى عندها هدف هتنفذه بكره، هتنفذه بعد، هتنفذه بعد شهر، علشان تقدر ترتاح. والقوس ما بيعرفش يعمل الكلام ده معاه. ومعانا تليفون وهكمل المشكله دي بعد التليفون ونقول الو. 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 يا اهلا. ازيك يا تيمو؟ الحمد لله تمام. منور الشاشه والله. ربنا يخليكي، ده نور كنتوا، انتوا اللي بتخلونا ننور هنا. وانت طيبه. الشياكه دي. ربنا يخليكي. اتفضلي. والله العظيم يعني الشياكه مالهاش حل. ربنا يخليكي. اتفضلي. النهارده انت بقى مزعلع ومبدع وزي القمر. ربنا يخليكي. لا انا كنت مقفول شويه لسه فاتح من شويه صغير دي. لا لا افتح افتح الرابع. ما تقفلش ابدا. نتعرف عليكي. ايمان. اهلا يا ايمان. اهلا يا ايمان. ها. الاسد، عايز اعرف الاسد وبابايا الدلو. ماله؟ يعني عايزين نشوف متفقين مع بعض ولا لا. والله لو هو اتفق مع ماما كان اتفق معاكي. هو متفق. متفق مع ماما الحمد لله. طب الحمد لله. عموما انا عايز اقول لك حاجه، الرجل الدلو لما بيكبر في السن بيحتاج بناته جدا فوق ما تتخيلي. بيحتاج لمحه بسيطه منهم، بيحتاج اتصال تليفوني، بيحتاج انهم يعملوا له اكله معينه، بيحتاج انهم ينزلوا يشتروا له. معلش ما انت اعزميه. هاتي له اكل معاكي وانت رايحه. هضرب يعني. تجيبي له لبس، واخده بالك؟ الحاجات دي كلها. خليكي معانا وانا هقول لك يا امان الرجل الدلو بيعمل ايه.
شوفوا اصدقائي على مشاكل الرجل الدلو اللي بتبقى مستمره وبنسمع عنها كتير جدا. الرجل الدلو لما بيكبر وبيعدي ال 50 سنه بيتحول لمراهق، ومش مراهق يعني معناه ان هو بيجري ورا الفتيات، ولا مراهق ان هو بيبقى محتاج رعايه معينه وبيبقى محتاج معامله معينه. اصلا كل اهتماماته او كل الهستيريا اللي هو بيبقى ضاغط بيها على نفسه وضاغط بيها على المحيطين بتخف تماما. انا شخصيا ابويا كان رجل دلو، كان رجل عنيف وكان رجل قوي الشخصيه. لما كبر وعدى 50 سنه تحول لانسان عايز الاهتمام من الاخرين، لان هو كان على طول حياته بيتهيأ له ان الحده وشويه القسوه اللي هو بيتبعهم في الفاظه وكلامه بيخلوه بيقولوا ان هو ده الواجب ناحيه الاخرين، وده حقيقي على فكره. الرجل الاب الدلو اب رائع جدا وبيتهاون في اشياء كتير جدا. الحاجه الوحيده اللي بتجرح قلبه وتخليه ما يقدرش يتواصل مع الحياه وممكن تسبب له امراض كتير جدا ان ولاده وخصوصا البنات انهم يهملوه او انهم يتعاملوا معاه بنوع من انواع اسمها ايه الاثر الرجعي، ان انت زي ما عملتنا زمان وزي ما عملت فينا زمان احنا هنعمل فيك دلوقتي. الموضوع ده بيقلمه جامد جدا، وانصحكم ان انتوا تتعاملوا معاه بنوع من المحبه الشديده قوي. زي ما هو مثلا قصى عليكم او ضايقكم او عمل اي اجراء زعلكم، انتوا اتعاملوا معاه بالنقيض. ومعانا مكالمه من الحاج محمد صديق البرنامج الدائم، ونقول الو. الو، يا اهلا يا حاج. الو، يا اهلا يا حاج محمد. يا الو، يا اهلا يا حاج محمد. ايوه تامر بيه. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا تامر بيه، الله يخليك. ازاي ما عليك؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. اتفضل يا حاج محمد. حاج محمد على فكره راجل، ازيك يا حبيبي، وانا بمسي عليك وعلى الجمهور الجميل اللي اخذ الموضوع بجد قدامك. اه والله ده يهمني جدا الموضوع برضه يبقى فيه جزء من الجديه طبعا. وانا عايز اشكرك على المشكله اللي انت حلتها بالنسبه للبنت اللي عندها 17 سنه دي، علشان برضو انا عندي كلامي ان الموضوع اسلامي ديني بحت، ان احنا لما نحافظ على اولادنا ونعمل لهم صيانه، طب ما ده اساس الاديان. فاذا علشان تعرف ان انا بتكلم وبراهن عليك ان انت باحث عالمي، لان بتتكلم بعلم، مش بتضرب الحظ ولا بتشوف لوحه البخت ولا بكره هيبقى عنده البنك المركزي ولا حاولت والله يعني اللي بتحبه هتتجوزه ولا لا. ده كلام البخت مالوش دعوه بالعلم. اما العلم، اما العلم فحضرتك اللي انت بتتكلم فيه وللمجتمع بيستفيد منه. ربنا يخليك. انا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله، لا اله الا الله، لان الموضوع اللي انا هتكلم فيه موضوع كبير يستحق منك ومن المشاهدين انه يقفوا شويه ويسمعوني. اتفضل يا حاج محمد. انا بقول لحضرتك عايزين نحل مشكله المراه العامله. مشكله المراه العامله دي مظلومه من الدوله، ومظلومه من عيالها، ومظلومه من اولادها، ومظلومه من جوزها، ومظلومه حتى من نفسها. الست دي بتقوم الساعه 6 الصبح تحضر سندوتشات وتحضر جدول وتسرح وتلبس وتودي مدارس وتشيل طفل توديه عند امها وتروح الشغل متاخره تتهزق من رئيسها. هذا اول نصيبه. النصيبه الثانيه يجي لها العمال اللي هم بيتعاملوا معاها الجمهور كله بيقطع فيها. يجي عليها الساعه 2 الدور تفضل تلم من المدارس وتروح تجيب العيل وتجيب الخضار، ومن غير ما تقلع هدومها تفضل تعمل اكل للساعه 4. ما تلحقش العيال تتغدى، تخلص تلم مواعين، تفضل تعمل ايه؟ واجبات ودروس. تخلص تلم الهدوم توديها على الغساله. ايوه يا حاج محمد. تبقى عايزه تنضف سرير بعد الشمس مراحل. يا حاج محمد عليك، فدي الست دي مطحونه. اما تيجي انت بالليل، تابع الليل بقى داخل العيال ست، ست مين يا عم؟ ده بقى يا عم ده انا خلصت. طيب يا حاج محمد. ست ازاي ده؟ انت ممكن تلاقي امين شرطه. واخد؟ هنطلع يا حاج محمد فاصل وهرد عليك في موضوع المرأة العاملة. الراجل ده والله راجل يعني جميل جدا وعظيم قوي، ان هو باستمرار بيحاول ان هو يدوس على نقاط معينة في المجتمع، وان شاء الله بعد الفاصل هنناقش مشكلة المرأة العاملة. نلتقي بعد الفاصل. ورجعنا لكم اصدقائي في الفاصل الاخير من برنامجنا الحياة والابراج الموسم الثاني الحلقة الرابعة. هو انا ملاحظ حاجه ان الوقت بيخلص بسرعه، ولا انا اللي مش واخد بالي؟ انا مش فاهم يعني، هي كنترول ولا انتوا اللي بتقصوا من الوقت ولا ايه حكايتكم؟ معانا شباب في الكنترول على فكره، يعني معانا عماد ومعانا مصطفى ومعانا هشام ومعانا محمد.
ناس الحقيقه شباب جميل جدا اللي هم انا اول مره اتعامل معاهم، بس هم فعلا فعلا عارفين يقسموني يقسموا طبعا الميديا اللي انا بقدمها في البرنامج، بس واضح ان انا مش هاخد بكلامهم لاني مش عارف اقول حاجه. معلش بقى يا مصطفى. طيب معانا تليفون، معانا تليفون علشان معانا من الفاصل ونقول الو. الو، يا اهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله. برج 24/6 وبرج القوس. انا القوس وهو 24/6. هو سرطان. ها، هيتوافق معايا او لا؟ هو هيتوافق معاك ولا لا كسرطان وانت قوس يعني؟ انتوا ايه، مخطوبين ولا انتوا ايه؟ لا، مالي فتحتنا يعني. معرفة فتحتكم؟ هو عموما الرجل السرطان حلو قوي قوي. وسيم، واخده بالك؟ بس وسيم هو بس دماغه وحشه جدا. دماغه، ما هو ابن امه، خلي بالك. يعني هو الرجل السرطان عنده شويه اوهام وبينتمي قوي قوي لامه. انصحك ان يبقى علاقتك كويسه قوي بامه علشان تعرفي توصلي له. ولما علاقتك تتوثق بامه خرجيه هو من العلاقه دي خالص، خلي العلاقه شخصيه بينك وبين امه. يعني هو يبقى لوحده وانت وامه حاجه تانية، واخده بالك؟ علشان خلي بالك الموضوع ده مهم قوي. ماشي ماشي، نورتينا. نرجع لكلام الحاج محمد، الحاج محمد صالح رئيس جمعيه محبي محمد عبد الوهاب القائمه في وسط البلد، وهو راجل صديق وعزيز علينا جدا، انا حبيته قوي. بيتكلم عن مشكله المراه العامله او مشكله المراه اللي بتنزل لمجال العمل، واتفر اذا كانت موظفه او اذا كانت موظفه قطاع خاص او اذا كانت بتشتغل اي شغلانه غير القطاع الخاص، يعني بتشتغل بنفسها او بتدير عمل او اي حاجه. الحقيقه المراه العامله مراه مظلومه جدا، لكن اصل هنعمل ايه؟ يعني المراه هتعمل ايه في الموضوع ده؟ المراه بيبقى نفسها تحقق حلمها في الامومه، وبيبقى نفسها تحقق حلمها في الزواج، وفي نفس الوقت ظروف الرجل ما بتبقاش مساعده قوي، فبتضطر هي تنزل لمجال العمل، بتطحن بقى. يعني تنزل تصحى الصبح فعلا زي ما الحاج محمد قال، بتودي العيال المدارس، وبعدين بترجع تجيبهم تاني بعد ما بيطلع عينيها في الشغل، وبتحاول ان هي تدير البيت بتاعها بشكل او باخر. والغريب جدا ان تلاقوا الامهات الموظفات او الامهات اللي بتشتغل او الزوجات اللي بتشتغل بيبقى بيتهم اكثر انتظاما من ربات البيوت، لان هم بيبقوا عاملين سكيدول مخصوص لنفسهم. اكتر حاجه بتتعب المراه العامله مش انها بتودي العيال المدرسه وبعد كده بتجري تروح الشغل وبعدين ترجع تجيب العيال من المدرسه وتروح البيت، لا، اكتر حاجه بتتعب المراه العامله انها ما بتلاقيش كلمه حلوه من جوزها، ما بتلاقيش كلمه ود من جوزها، ما بتلاقيش كلمه عرفان من جوزها. بتساعد وبتساهم في الحياه وبتشارك، بتعمل شير في الحياه مع زوجها في كل حاجه وبتبني معاه مستقبله، لكن المشكله الكبيره جدا ان احنا بنلاقي ازواج كتير جدا على قدر كبير من الانانيه وعدم التقدير، ممكن يقلل من شانها، ممكن يحاول يبين ان هي اللي بتعمله شغلها ده ملوش لازمه والمفروض ان هي تقعد في البيت، وفي اوقات كتير جدا بيخش في علاقات تانية، تبقى هي شقيانه يا عيني وتعبانه وبتروح الشغل وبتيجي من الشغل وبتلتزم جامد جدا، وهو يا دوبك بيعمل شويه الشغل بتوعه وبعد كده يرجع ينطلق في الحياه، وده طبعا ظلم بين بالنسبه للمراه العامله، لكن ربنا موجود. واكتر حاجه المراه العامله لما بتكبر شويه في السن بتزداد شخصيتها قوه وبتزداد شخصيتها نفاذيه للاخرين، واولادها بيقدروها جدا. انصح اي رجل متجوز من مراه موظفه او مراه عامله، يا عم ما يعني كلمه حلوه مش اكتر، كلمه حلوه هترضيها، تقدير حقيقي لمجهودها الحقيقي في البيت هيرضيها، هي مش هتطلب منك اكتر من كده. ونرجع للرسائل لانها كتير جدا الحقيقه، انا مش عارف انا ايه يعني. انا برج الحوت وخطيبي عقرب وبشك فيه قوي، اعمل ايه؟ عندك حق، عادي انك تشكي في الرجل العقرب، مفيش مشاكل، هو بيبقى شكله كده، لكن في الحقيقه هو اكثر الرجال انتماء للمراه اللي بيحبها. انصحك ان انت مش تسيطري عليه، لكن تطالبيه ان هو لازم يبادلك نفس المقدار من المحبه والاهتمام، وانت حوت قادره تعملي الهوايل مع الرجل العرب. الرجل العرب ما بيقدرش يعمل اي حاجه مع المراه الحوت، لان المراه الحوت كيان كبير قوي قوي، منزلق، الجلد بتاعه بيبقى سميك قوي قوي، فلسعات العقرب ما بتاثرش فيه، هي ممكن بس تحس بشويه توتر او شويه الم، لكن في العموم الحوت والعقرب منسجمين تماما زي الشايبه حليب بالظبط. انا ماجده من المنيا، اهلا يا ماجده واهلا بكل اهل المنيا.
نفسي اعرف ايجابيات وسلبيات برج الثور. مشكله برج الثور بالنسبه للمراه انها بتقدر تعلي سقف العداوه من غير لازمه مع الناس اللي بتتعامل معاهم لمجرد العداوه. هي ما بتبقاش تعني درجة العداوة دي نفسها، بس الاسلوب والتصرف نفسه هو اللي بيعكس الموضوع ده. انصحك ان انت تخففي شوية من النقد وتخففي شوية من العدائية وانت بتتعاملي مع الاخرين، هتلاقي كل امورك سلكت ان شاء الله يا ماجدة من المنيا. انا برج الجدي وخطيبي برج الحمل ومفيش بينا تفاهم. اه طبيعي جدا ان يبقى ان برج الحمل ما يتفاهمش معاك يا جدي، لازم انت تبقي زي امه، يعني تتعاملي معاه منطلق انك بتدلعيه وتقول له الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه دي، يا عم رايح فين، تغمزيه بعينك كده تقول له ها اوعى تكون بتلعب بديلك. الحاجات دي بتنعنش الحمل وتخليه يفرح قوي قوي بيكي، لكن تنتقديه وتقولي له على الواحده وانت عملت كذا وما عملتش كذا، الموضوع ده هيفشل العلاقه بينك وبين الرجل الحمل. ومعانا مكالمه ونقول الو. 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 ايوه. الحمد لله تمام. ايه؟ علي صوتك شوية. ممكن حضرتك ستة وعشرين ستة سرطان. اه بس عايزة اعرف صحتك. عايزة ايه؟ اعرف الصوت بيقطع. اقفي في حتة فيها. ادي المحمول وادي شبكات المحمول. ها قولي. انا كنت لا اسمعوا انتوا يا كنترول وقولوا لي. انا عندي اخت اللي بتحبني مع صاحبتها. بيتخانقوا مع بعض. بيتخانقوا مع بعض والله. هي 26 6 وقالت ما قالتش اي جمله، عايزين نفيدها في المكالمه. هي قالت انا 26 6 وايه؟ 26 6 برج السرطان، الاحوال بتاعته السنه دي اوكي ماشي. طيب انا فين الورقه الاخيره اللي انتوا جبتوها؟ اهي. انا السرطان وجوزي عذراء كان وعدني اني هسافر معاه ورجع في كلامه. طب وايه يعني؟ ما احنا قلنا العذراء بيرجع في كلامه، بيغير كلامه، بيلحس كلامه، بس في الاخر بدم هو رجع في كلامه اجبريه انه يجيب لك هديه حلوه، الموضوع هيبقى مرضي قوي بالنسبه لي. مفيش داعي انك تقول لا انت اسلك وخلفت وعدك، ولو اتكيتي على النقطه دي هتخسري كل حاجه، هتخسري السفريه وتخسري الهديه. خليكي ذكيه اكتر من كده. رجعت في كلامك، انا عايزه هديه حلوه. شوف بقى انت عايزه ايه من بره ساعتها. انا 11 11 هو عقرب، وهو يعني هي عقرب وهو 11 6 وهو جوزاء، انا بحبها قوي. ماشي. ايه نوع العلاقه بيننا؟ ممكن يحبني زي ما بحبه؟ انا 11 11 عقرب، هو 11 8 جوزاء، انا بحبه قوي. ايه نوع العلاقه؟ بصي انا هقول لك حاجه، يعني بقى الموضوع بتاع ان العقرب يتمرمط في العلاقه وان هو لمجرد ان البنت العقرب مجرد ان هي تحس ان هي بتحب حد والمفروض ان هو يحبها زي ما بتحبه او يبادلها نفس المشاعر، الموضوع ده بيعرض البنت العقرب لعذاب مستدين. انصحك ان انت حافظي على كرامتك كويس قوي قوي وانت بتتعاملي مع برج الجوزاء، وخليكي مرحه والسعيب الكلام من وقت للتاني كده، والتريقي عليه شويه علشان ما يبانش الدلقه السوداء اللي بتدريها البنت العقرب لما بتحب الرجل. الموضوع ده على فكره بيقلل منها جامد جدا جدا وما بيخليش العلاقه تنجح. انا اسماء 25 سنه برج الاسد. اهلا يا اسماء. برج الصيني الارنب. ها. وخطيبي 36 سنه برج الجدي. ايه وبرج الصيني ايه؟ ما قلتيش المفروض يعني. عموما بصوا الموضوع بتاع الابراج الصينيه ده حلو وجميل. الابراج الصينيه برضو 12 برج على 12 سنه، بيقسموا الابراج الصينيين او الناس بتوع جنوب شرق اسيا بيقسموا الابراج على 12 سنه، بس الموضوع ده من خلال دراساتي اللي انا عملتها كتير جدا لاحظت ان الابراج الصينيه ما بتنطبقش علينا احنا. الابراج القمريه والغربيه هي اللي بتنطبق علينا اكتر. تخيلوا كمان الابراج الفرعونيه ساعات كتير جدا بحس انها مش منطبقه علينا، احنا بينطبق علينا الابراج الغربيه اكتر. ليه؟ الناس في الصين شبه بعض، كلهم شبه بعض. فالحكماء الصينيين قدروا يعملوا توقيت معين او تقويم معين يقسموا بيه السنين، وبيحسوا ان الحياه دوره الحياه بتتم كل 12 سنه. ف
فالموضوع بتاع الابراج الصينيه دي انا ان شاء الله هفرد لكم حلقتين ثلاثه اربعه في الموضوع ده، وهبين لكم الابراج الصينيه بتتقسم ازاي واحنا ازاي نصنف نفسنا. بس بجد والله فعلا بحس ان الابراج الصينيه لا تنطبق على الشرق اوسطيين، تنطبق على الصينيين اللي هم شبه بعض اكتر. هي برج الاسد وخطيب ب 36 سنه برج الجدي، هيدلعك مفيش مشاكل، بس ما تنتظريش منه كلمه حب، انتظري اساليه عن شغله، اشتغلي له سكرتيره هتلاقيه عمل لك كل اللي انت عايزاه. بس بقى حته ان يقول لك بحبك وحته ان هو يحاول يتعامل معاك بشكل عاطفي زي ما انت عايزه مش هيحصل قوي، انصحك تلقنيه الكلام وهو يقوله لك تلقائي. انا محمد برج العذراء، اهلا يا محمد. لو عايز اختار واحده للزواج اختار ايه الافضل؟ والله بص اقول لك حاجه، العذراء يعني بينجذبوا تلقائيا للحوت، وممكن الانجذاب ده يكون قدري، يعني انت تاخد الحوت هي تربيك بقى وتعلمك حاجات كتير جدا انت ما كنت متخيل ان انت ما تتعلمهاش. لو لقيت واحده حوت اتكل على الله، واي واحده في الدنيا عايزه استقرار وعايزه نوع من التحديد في المعامله ترتبط بالرجل العذراء، ما فيش اي مشاكل. بس مشكله العذراء زي ما اقول لكم ان هو بيوعد وما بيوفيش، وعلى فكره بيبقى منشغل جامد جدا. هو العذراء من النوع اللي بيندمج تماما في الحياه فبينسى الهوامش بتاعتها، فتطلع عليه سمعه طبعا ان هو بيوعد وما بيوفيش. معانا تليفون نقول الو. الو، انا برج الحوت كنت مخطوبه لبرج الدلو ما كانش فيه توافق بينا خالص. احنا معانا تليفون، انا حسيت ان الو. انا برج الحوت كنت مخطوبه لبرج الدلو ما كانش فيه توافق بينا خالص، هو كان سلبي. لا لعلمك انت اللي كنت سلبيه، مش برج الحوت برج سلبي، برج الدلو برج ايجابي. لكن هو الحكايه كلها ان الحوت ما بيتحملش الاساليب والسياسات بتاعه الدلو في اوقات كتير جدا، والغريب جدا انكم تلاقوا الدلو بيحب الحوت قوي ما تعرفوش ازاي. انا برج الاسد وخطيبي برج الحوت، ماشي، ودايما في مشاكل ما بيننا بسبب سوء فهمه ليا. اه طبعا لازم يفهمك غلط، لان البنت الاسد بتتدلع في اوقات كتير جدا بطريقه ممكن تخلي الحوت يبقى مش عارف هي عايزه ايه بالظبط، فتلاقيهم باستمرار عندهم مشاكل في حته التفاهم دي. لكن الانجذاب بينهم بيبقى كبير قوي. اي رجل حوت تعجبه قوي المراه الاسد، المراه الاسد بتبقى جميله كده، حته هي كلها على بعضها، حته على بعضيها كده، اطرافها ايديها ورجليها وعينيها وشعرها بيبقوا حلوين قوي قوي، وبيبقى الشمخه بتاعتها والاعتزاز بالنفس ده بيحبوا الرجل الحوت. يجي يقرب منها تروح ممارسه الاعتزاز الجامد قوي ده عليه، وتبتدي تحط له بروتوكولات ملكيه، هو ما يتحملش الكلام ده كله، الحوت ما بيحبش البروتوكولات في العلاقه. معانا تليفون ونقول الو. الو الو، يا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انتي؟ كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هو انا مواليد 10/3. 10/3 حوت. معرفش برج ايه. حوت. انتي برج الحوت زي هيفاء وهبي كده. هيفاء وهبي؟ هيفاء وهبي برج الحوت، يسرى برج الحوت، حنان ترك برج الحوت. ها. وجوزي 17/9. وجوزك عذراء. عايز اعرف علاقتهم ببعض ايه وايه مميزات. طب قولي لي بس، قولي لي قبل ما تقفلي، الرجل العذراء اللي هي مشكله النهارده القائمه، الرجل العذراء بيوعدك وما يوفيش؟ طب بخيل؟ قولي قولي ما يهمكيش. طب انا هرد عليك. لا لسه متعرضه للموقف دوت اول امبارح معايا. كان بخيل معاكي؟ طب انت بتتكلمي. لا وعدني وعدك بايه؟ ان هو ياخدني معاه برضه مشوار وما خدنيش. طب وايه المشكله؟ ما يمكن مشغول ومش فاضي مش لاحق يرجع لك البيت عقبال ما تجهزي ياخدك وينزل والكلام ده. لا لا لا، ده قالت لي قصه. قال لك ايه؟ قالت لي قصه ان هو ما ياخدنيش معايا. ما الف لك قصه عشان ما تزعليش. خلي بالك الراجل لما بيجي يكذب على مراته مش بيكذب عليها عشان هو كذاب، بيكذب عليها علشان يخفف من توترها وحزنها من اللي هو عمله. يعني هو ممكن يكسل قوي ان هو ياخدك معاه، فيجي يقول لك لا والله ده انا قابلت واحد صاحبي وامه ماتت وحضرت معاه العزاء ورحت الدفن ورجعت وما لحقتش اخدك وبص التراب. عادي جدا. خذي الامور ببساطه، بس انا عايز اسال على حته البخل. ها؟ لا هو مش بخيل خالص. طب يا ستي خلاص اوكي، خليكي معايا وانا هرد عليكي.
الستات المتجوزين تعرف ازاي تتعامل مع الرجل البخيل؟ عندكم القدرة تتعاملوا مع الرجل البخيل ولا المشكلة عندكم هتبقى مشكلة ان انتوا بتشتكوا من بخله وبس؟ البخلاء يا اصدقائي انواع كتير جدا جدا، والموضوع ده بقى بالذات انا عامل له حلقة لوحدها اسمها الزوج البخيل، زي عم فريد شوقي في المسلسل بتاع البخيل، وانا كان اسمه ايه؟ مش فاكر كان اسمه ايه، بس كان الرجل بخيل جدا جدا وعايش بطريقة معينة، والبخل ازاي احنا نقدر نستثمره لصالحنا. وعلى فكرة من السهل جدا جدا ان الزوج البخيل اسهل زوج يمكن استغلاله ويمكن تنفيذ اللي احنا عايزينه الزوج البخيل، وهنعرف الموضوع ده ان شاء الله في حلقات قادمة، ازاي تتعاملي مع الزوج البخيل وتاخدي منه اللي انت عايزاه بس في حدود المعقول طبعا، ما يبقاش في حدود ان انت مثلا تكوني يكون هو مش عايز يخليكي مش عايز يخليكي تصرفي كتير قوي وانت تبقي مصره انك تاخديه تعزميه في يعني يعزمك في مطعم بره، ما هو مش هيرضى. لكن الزوج البخيل ليه طريقه تانية وليه بروتوكول تاني نعرف نخليه ازاي ينزل وينزل الفلوس اللي هو شايلها، بس طبعا بشكل معتدل، والخطط دي ان شاء الله هنحطها في حلقات قادمه، بس فكروني لان انا مجهزها للزوج البخيل ومجهز حلقه او حلقتين كده علشان الحموات وطريقه التعامل مع الحموات من الابراج المختلفه. معانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه انا ايه برج الجوزاء. اهلا يا ايه. الحمد لله. وخطيبي برج العقرب. اه. بقالنا 6 سنين مع بعض. مخطوبين بقالكم 6 سنين؟ لا يعني احنا اتخطبنا 2010 وكنا نعرف بعض من 2007. اه. ايه بقى؟ بس هو يعني هو انا مش عارفه هيكمل معايا ولا لا. بقالك 6 سنين هتعملي هتضيعي 6 سنين من عمرك، كملي معاه عادي. هو عايز اقول لك حاجه، هو مثلا بيبقى محدد ميعاد للجواز وبيتاجل. اه يعني ان شاء الله المفروض ان 2014 هتبقوا دخلتكم 2014. طب ايه انت مش قادره يعني قعدتي 6 سنين؟ لا هو يعني انا بعد ما كبرت وكده عرفت انه لا، حاسه انه لا. ايه زهقتي منه؟ لا هو متحكم قوي ومتعب صراحه. اه 6 سنين وانت شايله ضغط التحكم وان هو متعب ده، وما اشتكيتيش خالص الا لما ابتدى ميعاد الجواز يتحدد يا ايه؟ ما انا مش عارفه يعني ده حقيقه، حسيت انه ما خايفه من قدام، احسن من بعد الجواز. اه دلوقتي لا خلي بالك العقرب، اعرفي كويس قوي حاجه، العقرب في الخطوبه بيبقى رخم جدا رخم، لكن في الجواز بيبقى حاجه تانية خالص، ما تقلقيش من الموضوع ده. اصل هو يعني حتى في خناقات او كده ما طريقته وحشه جدا. ما علشان انتوا لسه ما اتجوزتوش، لكن على فكره اعرفي كويس قوي ان انت ممكن انت اللي تتحكمي فيه بعد الجواز مش هو. الرجل العقرب جوه الحاله العاطفيه وحاله الزواج والعلاقه الزوجيه بيبقى مش ما فيش اجمل منه. لكن هي الحكايه كلها ان هو علشان مضغوط ولسه ما اتجوزش ولسه ما لا بس هو طريقته هو ممكن يبقى غلطان ويبقى مكابر ويقعد كتير ما يتكلمش. لما ما يتصلش بيكي ويقطعك ما تتصليش بيه. ما انا ما بتصلش، يجي بعد كده ابقى فاكره ان احنا خلاص كده سيبنا بعض، يجي بعد كده يتكلم تاني. اه طب ده معناه ايه؟ ما انا برضه مش تحت مزاجه. بيحبك يا ايه. ما انا مش تحت مزاجه برضه. لا 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 ده مش مزاج ولا حاجه، ما عادي جدا، هو ده الانفصال المتكرر او التشيك تشوك اللي انا بقول لك عليه. ده بيحصل ما بيننا كتير جدا. اه لا ما تقلقيش، بعد الجواز انتوا هتهدوا قوي، مش هتلاقوا اللي انت فاكراه ده. وبلاش التشاؤم من الموضوع ده، اي عادي جدا، الرجل العقرب جوه الجواز غير لما الزوج العقرب غير الخطيب العقرب على فكره، ولازم تبقي عارفه الكلام ده كويس جدا. استمري وربنا يتمم بخير، ما تقلقيش، الرجل العقرب من احسن الرجاله كزوج، لكن بيبقى يعني زي ما قلت سوري يعني رخم قوي، وهو خاطب بيقعد يفرض بروتوكولات وبيقعد يتكلم كتير جدا عن نفسه، ويبقى عايز طول الوقت يبان انه مغرور ومتعالي على البنت الثانيه ويسيبها، وبعدين بيرجع لها، يعني هو اللي بيرجع لك، ده معناه ان هو بيحبك، مفيش مشاكل في الزواج، مش هيحصل الكلام ده زي ما انت متخيله. طيب انا برج الميزان عايز اعرف ايه الابراج المتوافقه معاه، انا برج الميزان عايز اعرف ايه الابراج المتوافقه معاه، اعرف صفاتي وحظي. انا اسمي محمد والابراج المتوافقه. الرساله ملخبطه قوي، انا مش فاهم، لو الرساله دي عندكم في الكنترول اقروها انتوا بقى علشان انا مش فاهمها. طيب بتقول انا برج الميزان عايز اعرف ايه بقى، مش فاهم، مش عارف اقرا الباقي.
انا برج الحوت وخطيبي برج الميزان، بس بيننا مشاكل كتير زي ما قلنا قبل كده. الحوت والميزان العلاقه بينهم ما بيبقى يعني الانفصال اللي هو الاولاني برضو نصنفه. الاحلى حاجه في الموضوع بالنسبه لنا ان انا ما تفهمونيش غلط طبعا، انا احب ادير البرنامج عن طريق مؤلفاتي الخاصه، مش عن طريق يعني عن طريق ابحاثي وعن طريق الحاجات اللي انا عملتها، بحب باستمرار اطبقها على الناس اللي بتتصل. علشان كده طول الوقت بحط التأشير في الموضوع، بحط موضوع الانفصال ده في الموضوع. لسه بقى لما نخش على كورسات الشر ازاي ننتقم من اللي بيزعلنا، وازاي نرد اعتبارنا من اللي بيزعلنا، وازاي نستغنى عن الناس اللي بيضغطوا على كرامتنا وبيضغطوا على اعصابنا داخل العلاقة، سواء كانت العاطفة او على مستوى الصداقة او على اي مستوى تاني. اعلمكم شوية حاجات هخليكم باستمرار اخطر من الاخرين. الناس اللي بتتابعنا هيبقوا اخطر من الناس اللي ما بيتابعوناش، لان انا هلفت نظر كل شويه سفاسف صغيره كده خليكم تقرصوا اي حد في قلبه يوم ما يتعدى عليكم او يضايقكم او يحاول يقلل من قيمتكم. طبعا الميزان زي ما قلنا، الميزان والحوت ما بيتفقوش قوي، لكن علاقتهم ما بتنتهيش على فكره. لصقه التشيك تشوك بتنطبق عليهم تماما، وخصوصا وقت الانفصال كل واحد فيهم بيقول اللي عنده بطريقه فظيعه جدا. الميزان بيهاجم الحوت، الحوت بيعيط، وبعد كده بيرجع يتهم الميزان بالخشونه وبقله الاصل، وانت عملت فيا وعملت ومش عارف ايه. ينفصلوا تماما وكل واحد يروح يشتكي لاصحابه ويقول الكلمتين اللي عنده، بعد كده بيرجعوا لبعض تاني. طيب انا هدير برج العقرب وحبيب برج العذراء، عايز اعرف مدى توافق البرجين. العقرب والعذراء مفيش توافق بينهم قوي الا لو كان العذراء هو اللي بيحب العقرب، لكن لما العقرب هو اللي يحب العذراء الموضوع بيبقى فيه مشكله شويه. معنا تليفون ونقول الو. ايوه الو. ايوه دكتور. يا اهلا. انا لسه مكلمه حضرتك من شويه. اه اتفضلي. انا اللي قلت لحضرتك 10/3 وجوزي العذراء. انت حوت وهو عذراء، اللي احنا قلنا البخل وال لا بس هو مش بخيل. اه اوكي ماشي مفيش مشاكل. انا عايز اعرف توافقهم مع بعض ايه وايه يا اكتر برج يتوافق مع العذراء هو الحوت. والله واكتر برج يتحمل العذراء هو الحوت. اكتر برج لان هما الاثنين مقابلين لبعض فلكيا كده، فاي تصرف بيعمله العذراء الحوت بيستوعبه على فكره. ممكن يشتكي، ممكن يتضايق، ممكن ما يبقاش قادر يتعامل معاه، ممكن ما يبقاش قادر يشوف وشه في لحظه من اللحظات، لكن بعد كده بتلاقي قلبك حن ورجع له تاني، لان توافقه على المستوى الفلكي والروحاني كبير قوي. طب وايه احسن حاجه في برج الحوت واوحش حاجه فيه؟ جابته السفينه. احسن حاجه في برج الحوت ان هو قادر على امتصاص غضب اي حد، واخده بالك، وبيتحمل كتير جدا وبيخزن كتير جدا. اسوأ شيء في برج الحوت وبالذات المراه غضبها. غضبها يعني قلب الترابيزه، وانها تقول كل حاجه وبتنفعل انفعال جامد جدا، واوقات كتير جدا بتندم على الانفعال اللي انفعلته. طب معلش ممكن اخر سؤال؟ اتفضلي. طبعا. ايه اكتر حاجه اقدر اكسبه بيها قوي يعني؟ العذراء؟ شغل له سكرتيره. تنظيم مواعيده وملابس ومش عارف ايه وبتاع، وعملت ايه النهارده وما عملتش ايه النهارده، ولما يبتدي يرغي شويه اسمعيه، وبينك وبين نفسك كده دوني النقط المهمه جدا اللي بينك وبينه، علشان لما يجي يتكلم معاكي تاني تلاقيكي صاحيه ومصحصحه وقادره تقولي كل حاجه. مع الوقت هتلاقيه بدل ما كانش بيعتمد عليكي هيعتمد عليكي. هو انت اسمك تامر؟ ايوه انا اسمي تامر، اسمي تامر عطوه. لما بعت لك انا سلمى برج الجوزاء، اهلا يا سلمى، وجوزي تامر برضه اسمه تامر برج الجدي، وقالت لي امبارح في ناس قالوا لي هو انت اسمك شكلك سيد، مش عارف ازاي انا اسمي سيد، اسمي تامر على فكره، اسمي الحقيقي تامر، معرفش سيد دي جت منين، مع اني برضو بحب اسم سيد قوي. هو انت اسمك تامر؟ لما بعت لك انا سلمى برج الجوزاء وجوزي تامر برج الجدي، وقلت لي هيتعبني، هو فعلا تعبني، ايه الحل؟ قلت لكم قبل كده اي واحده متجوزه برج الجدي لازم تكلمه عن شغله، لازم تكلمه قد ايه هو حكيم وبيعمل شويه حاجات حلوه، تهتم بشياكته، تنتقي له شويه حاجات كده من الملابس والاكسسوارات والحاجات اللي هو بيحبها، تعمل له الاكل اللي هو بيحبه، الجدي بيحب الاكل. الكلام ده ممكن يقرب بينهم قوي، لكن يا جوزاء تقعدي تعبي الجدي وتقولي له اصل انت عملت كذا، اصل انت اسلوبك فيه كذا وتنتقديه، الجدي ما بيقبلش النقد اصلا عشان تبقي عارفه. انا هلا عذراء وزوجي قوس، وايه هي مميزات وعيوب البرجين؟ انا بحبه قوي 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 قوي. ماشي يا هلا.
عموما العذراء والقوس ما بيتفقوش قوي كويس ان انت بتحبيه علشان تتحملي التغيير بتاع المود واللسعان اللي بيجي للقوس من الوقت للتاني، بيبقى عايز يسافر، عايز يعمل شويه مشروعات، عايز يعمل كذا. اوقات كتير جدا ما بيبقى ساذج عاطفيا وانت اصلا ساذجه عاطفيا من غير حاجه، فبتضربوا لخمه مع بعض. بس الموضوع ده ممكن نقول عليه ان هو خف الدم والطيبين للطيبات زي ما بيقولوا. معانا تليفون، ومعانا تليفون، ونقول الو. ألو. أيوة. مريم. معك مريم. أيوة مريم. أنا سرطان وبرج العذراء. معك عذراء؟ عذراء. أنا 26/6 و19/9. اسمعينا من تليفون يا مريم، سيبك من تليفون، يعني كأنك بتكلميني شخصيا. طيب تمام. أنا 26/6. عرفنا خلاص. خلاص تمام. ها. وعذراء. معاكي عذراء، اوكي. جوزك؟ ايه؟ لا لا، اعتبر قرية فتحة. مقرية فتحتكوا؟ تمام. وعلى طول انا احس نفسي مستعبة على طول وخناقات مش عارفة ايه كده. انتي سرطان وبتتخانقي مع خطيبك العذراء باستمرار؟ وعلى طول احس نفسي مكتئبة او قاعدة في مود اكتئاب ونايمة دايما. اقول لك، عايز اسألك سؤال، هو انتي لما بتلاقي رقم تليفونه على الموبايل بتاعك بتحس ان في مشكلة جاية خلاص وهتت كده ولا ايه؟ لا لا، بحس ان انا مبسوطه يعني، حتى انا مكتئبه ومبسوطه. مجرد ما تشوفي رنيته على تليفوني. تمام. نور مكان مثلا 4 ايام كتير برضه، احس ان انا مودي مكتئبه. لو حتى معايا انزل انبسط اللي هي الساعه مثلا اللي معايا، وبعد كده ابقى مكتئبه تاني. بصي هقول لك حاجه، السرطان عموما بيجيله اكتئاب لوحده كده، مش حد اللي بيسببه له، واوقات كتير جدا بيعكس الاكتئاب ده على العلاقه العاطفيه اللي عنده. ممكن يكون الراجل العذراء ده ما بيتغيرش اسلوبه، ما بيتغيرش، انت اللي مودك بيتقلب وتحس ان انت عايزه تركزي على نفسك وعليه. مش شرط ان هو ممكن يكون اصولي جدا وماشي معاكي مظبوط قوي ببروتوكول معين، انت اللي بتقلقي من وقت للتاني مع نفسك كده. اخبار بابا ايه؟ على طول نايمه، على طول مكتئبه، على طول قاعده في الاوضه ماسكه الموبايل، بس ما بحبش اكلم صحابي كتير. واخده مود كده مع نفسي بقالي فتره كتير. طب وايه ليه الكمكمه دي يعني؟ مش عارفه الصراحه. لا يا ماما، طب اخرجي. بصي، مش انت في البيت قاعده في البيت؟ ايوه. لما اخرج مثلا لو انبسطت ساعه مع اصحابي ارجع مكتئبه جدا في البيت وانام. لا لا لا، مفيش الكلام ده. بتطبخي؟ تعرفي تطبخي؟ لا خالص. تعلمي تطبخي؟ لو قعدت دخلت طبخت ابقى تمام جدا. لا 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 لا، ديري البيت انت، يعني تولي موضوع التنظيف والطبيخ والمش عارف ايه والحاجات دي، اتعلمي شويه طبخات، اتعاملي. فين بابا وماما؟ موجودين. طب وانت سايباهم وقاعده في الاوضه لوحدك وما مخلفينك عشان تقعدي؟ ماما تخش تقول انت قاعده في البيت، هي الكم ده مثلا بتاع قومي تعالي. شفتي؟ يبقى انا كنت عندي حق لما قلت لك انت عايشه في الوهم مع نفسك. تمام. لا كده ما ينفعش. انت اسمك ايه؟ اسمي مريم. يا مريم، ما ينفعش كده يا مريم. اتعاملي مع ماما وتعاملي مع بابا واخواتك ونقريهم، مفيش مشاكل. اخرجي اطبخي لهم لقمه. يا ماما علميني اعمل المحشي ازاي، اعمل البشاميل ازاي، مش عارف ايه الكلام ده. وانت مش هتبقي زوجه وتتجوزي؟ على فكره عذراء بيحب الاكل قوي. هتروحي فين انت بقى ساعتها؟ هتقضيها دليفري؟ لا لا، يبقى لازم يبقى عندك هدف. طب ايه الحاجات الحلوه في البرج الكانسر والوسط؟ نعم. ايه الحاجات الحلوه في برج السرطان كده؟ الحاجات انت عايزه انا اقول لك الحاجات الحلوه بعد كده. الوحشه عامه، انا عارفه الواحد دايما على طول مكتئب على طول. لا 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 لا، فكي فكي واضحكي. طب انا عايز اسمع ضحكتك، تعرفي؟ لا. هرد عليك يا مريم. حاضر. عسل والله، البنات السرطان دول غلابة قوي، يعني مش مقرقرين كده وتحس ان هم عاملين في نبات مش فاكر كان اسمه ايه كده، كنت لما تيجي تلمسه يروح اسمه ايه، الست المستحية، نبات الست المستحية او حنك السبع مش فاكر، كنت تيجي بطراطيف صوابعك تلمسه كده يروح قافل على نفسه كده. هم البنات السرطان بيبقوا عاملين كده، لكن بعد ما بيتجوزوا بيبقوا فظاع، بيبقوا حاجه فظيعه وبيبقوا مندمجين تماما. بس هي تلاقيها قلقانه علشان داخله حياه جديده وبتاع. انصحك ان انت تتعاملي مع بابا وماما وتدربي نفسك على الحياه الزوجيه المقبله. ما ينفعش ابدا ابوكي وامك يبقوا مخلفينك عشان تقعدي في الاوضه لوحدك، يعني حتى يعني من الواجب، حرام، ما ينفعش تسيبيهم كده. اهتمي بيهم، شوفي امورك، تعلمي الطبيخ، تعلمي اي حاجه، الحاجات دي كلها تبقى مفيده جدا في حياتك المستقبليه. البنات السرطان من اخلص الزوجات اللي موجوده في الابراج. ادي حته حلوه ايه عشانك يا مريم، احب اسم مريم قوي انا. طيب احنا معانا تليفون. طب كويس. انا منى 8/6
متقدم لي، معلش عشان فرانكو قرب بقى اللي مليان سبعات وتمانيات ده، انا منى متقدم لي واحد واحد واحد. انا منى متقدم لي واحد واحد واحد. هي برج التمانية ستة، هي جوزاء ومتقدم، هي يا جوزاء يا اسد، متقدم لي واحد واحد، وخطيبي القديم كان 12 11، كان عقرب عايز يرجع لي. هو جالها جدي وهي كان عندها عقرب. انا حابه ما تقروا انتوا الرساله دي على كنترول، بس هو ضايقني كتير وانا عارفه انه بيحبني وعايزه اعرف شويه عن الجوزاء. جربي الجدي، سيبك من العقرب، جربي الجدي شويه، الجدي هيحسسك بامان اكتر من العقرب على فكره، خصوصا ان هو كان معاكي، كان خطبك وبعدين سابك، سابك ليه؟ وانت اللي سبتيه ولا هو اللي سابك؟ الجوز الجدي ممكن يكون اوقع ويكون سبيسيفيك ومحدد اكتر من العقرب اللي كان معاكي قبل كده. خشي التجربه وعيشي تاني وما تتضايقيش من حاجه، الموضوع ده نصيب في الاخر يعني، مفيش اي مشاكل. زي ما قلت لكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان في حاجه اسمها العلاقه القدريه، تلاقي الواحده من دول طلعت لك من تحت الارض حبيتها، وكل ما تتضايق منها او تتنرفز عليها تقول لك بص انا قدرك، انا قرينك يا زواوي، وتتعامل معاك من المنطلق ده. واوقات كتير جدا العلاقه القدريه بتنجح اكتر من التوافق الفلكي واكتر من الاختيارات العاطفيه اللي احنا بنعملها، لان اللي ربنا عايزه بيبقى احسن بكتير من اللي احنا عايزينه. طيب انا اسمي هدير، قلنا هدير دي، انا سمارة برج الدلو وزوجي برج الجدي، وانا الزوجة التانية وعندي بنتين. عموما الجدي ما عندوش مشاكل انه يتجوز مرة واثنين وثلاثة، وبيتعامل بنفس الطريقة ونفس المنطق، وما تقلقيش من تغيره في الموضوع ده، لان الجدي برج بيحس بالمسؤولية جامد جدا جدا، خصوصا انت عندك بنتين وهو بيبقى منتمي لاولاده قوي، مفيش مشاكل. البنت الثور والرجل الدلو، يعني العلاقه بينهم ممكن يبقى فيها نوع من النطح شويه، يعني الدلو طبعا هيجيب لها شويه اكتئاب، هتروح معبره عنه عن الاكتئاب ده بصوت عالي وانتقاد شديد جدا. الدلو يتكيف قوي لما يلاقي المراه هجمت عليه وانتقدته، يحس انها هتسيبه، فيروح هو راجع يطبطب عليه يقول لها طب معلش مش عارف ايه، هي اصلا مش هتسيبه بس هو بيتهيأ له كده. طيب فين الورقة الأخيرة بتاعتكم؟ أنا برج الميزان، عاوز أعرف إيه الأبراج المتوافقة معاه، وأعرف صفاتي وحظي. أنا اسمي محمد. الراجل بتاع الحظ اللي سأل كان اسمه إيه؟ كان برج إيه؟ فاكرينه؟ كان برج الجدي مش كده يا كنترول؟ عموما الحظ، هقول لكم حاجه غريبه جدا بالنسبه لبرج الجدي على فكره. البرج الجدي ده في على مستوى الفلك هو من ينتصر اخيرا، لانه هو اكثر الابراج تواضعا واكثر الابراج تفهما للاخر، وما عندوش مشاكل، بيرضى بقليله يعني زي ما بنقول. واحنا عارفين ان الناس اللي بترضى بقليلها وبتبقى متواضعه بيقدروا يحققوا اشياء بالغه الضخامه ما يقدرش يحققها الناس المتعاليين واللي عندهم ثقه في نفسهم. بالظبط بالظبط زي الحكايه القديمه بتاعت السلحفاه والارنب. السلحفاة قالت للأرنب سابقني، الأرنب استهتر بيها جامد جدا وراح راكن كده وقاعد ياكل في الجزر، فضلت السلحفاة تمشي 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 لحد قبل النهاية، الأرنب فاق من النوم ومن الاسترخاء بتاعه، حب يجري المسافة الطويلة اللي مشيتها السلحفاة ببطء، ملحقش، وهي اللي وصلت لنهاية السباق وهي اللي كسبت السباق. وده ينطبق فعلا على الناس مواليد برج الجدي. فلو حبيت يا محمد تعرف حظك كبرج الجدي، بقول لك الجدي ينتصر اخيرا، بس خليك متواضع وخليك لذيذ كده وخلي الناس تحبك وانت تنتصر وحظك يبقى احسن. نرجع للموضوع بتاع الانفصال ولا انتوا عندكم حاجه؟ للاسف ميعاد الحلقه انتهى، خلال 60 ثانية هتضطر تماما ان انا اودعكم واقول لكم حبايبي الحلقة كانت ساخنة وسريعة جدا. ان شاء الله من الحلقات الجاية هنبتدي نتكلم في كورسات الشر وهنتكلم في كورسات الاستغناء. انا اسف جدا للرسائل اللي انا ما رديتش عليها، ان شاء الله هرد عليكم الحلقة الجاية. اشوفكم على خير. ناقص قد ايه؟ ناقص قد ايه؟ 30 ثانية.
الحقيقه الحلقه بتنتهي بسرعه، يمكن علشان انا بحبكم وانتم بتحبوني واحنا فاهمين بعض كويس قوي طبعا، بس ان شاء الله نلتقي يوم السبت يا كنترول، نلتقي يوم السبت الساعه 2 بعد منتصف الليل علشان هنبتدي نكمل موضوع الانفصال ده، واعلمكم شويه حاجات شريره كده كيف تصبح شريرا. تصبحوا على خير.